بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء إصحاح 46. المرة اللي فاتت وقفنا عند الآية اللي بتقول اذكروا هذا وكونوا رجالا، وقلنا أن كونوا رجالا دي غشاها القديس بولس، استعارها يعني وحطها في رسالة في نهاية رسالته لكورنثوس، قال كونوا رجالا تقوا. وكونوا رجالا أول معنى ليها خليك راجل وافتكر اللي ربنا عمله معك، يعني فيها معنى الوفاء. يبقى ربنا عمل معك ده كله وبعدين تخزله ما تطلعش راجل يعني. فهنا الرجولة مقصود بيها الوفاء أو يعني تقدير تعب ربنا. ربنا عمل كتير معاك قوي، خليك راجل معاه بقى. خليك راجل يعني مش مستني منك كتير، بس مستني منك تسمع كلامه، تقدر تعبه، تشكره. كونوا رجالا كمان يعني ما توعدش وتخلف، يعني ما تعركش بين الفرقتين، ما تبقاش عين في الدنيا وعين في السماء. خليك راجل بقى، ديك شفت آخرة الدنيا هلاك وآخرة الحياة الروحية خلاص أبدي. خليك راجل وقرر بقى، خد موقف. فكونوا رجالا فيها معنى القرار، التوبة الحازمة الحاسمة اللي تخلي الواحد يفرح ربنا. يعني زكا كان راجل لأنه خد موقف عجب ربنا. المرأة الخاطية كانت راجل لأنها لما بكت وسمعت مغفورة لك خطاياك خلاص ما رجعتش لحياتها الأولى. يبقى كونوا رجالا يعني وقف بقى الغلط وابتدي حياة جديدة. خليك راجل، خليك شديد مع نفسك شوي. ردده في قلوبكم أيها العصاة، اذكروا هذا ورددوه. يعني إيه؟ فكر نفسك، فكر نفسك أن في نار جهنم، وفكر نفسك أن في سعادة أبدية، وفكر نفسك أن ربنا هو اللي خلقك وله حق أنك تعيش ليه، وفكر نفسك بصليبه ودمه وألامه وتعبه، وفكر نفسك أن في ناس مشيت وما كملتش، وفكر نفسك بناس جدعان كملوا. ردد هذا في قلبك، يعني ايه؟ اقعد فكر نفسك، اشغل نفسك. اذكروا هذا ورددوه في قلوبكم ايها العصا. اذكروا الاوليات منذ القديم، يعني افتكر اول الحكاية ايه؟ اول الحكاية ربنا خلقنا على صورته ومثاله واحنا اللي بوظنا الحكاية. يقوم هو ربنا يجي يصلح حالنا، طب وبعدين عاوز ايه تاني اكتر من كده؟ اذكروا الاوليات. لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي. قبلها الإصحاح اللي فات كنا بنناقش إزاي الأوثان دول حمل عليك يقطموا ظهرك ووسطك ورقبتك وبعدين تعبدهم. ربنا بقى يشيلك ويخفف عنك وبتسيبه ومش عاوز تمشي معه. الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير. يعني ربنا الصورة كاملة قصاده. يعني بتوع الدنيا دول بيوهموا الناس بوعود، بيضحكوا على الناس، لكن هم مش في ايديهم حاجة، لا شايفين بكرة ولا حتى شايفين امبارح كويس. لكن ربنا مخبر منذ البدء بالأخير، يعني من قبل ما تشوف الآخر هو عارفه. تقول له رب آخرتها ايه؟ يقول لك آخرتها حاجة من اتنين، يا ناس تمشي معايا إلى الأبد في ملكوتي، يا ناس رفضتني تهلك. انت شايف رب الصورة واضحة؟ شايفها ابن؟ شايفها طبعا واضحة. مخبر بالأخير منذ البدء، يعني ربنا مغيرش كلامه، اللي قاله هو اللي لسه بيقوله وهو اللي هيحصل في الآخر. ومنذ القديم بما لم يفعل، يعني ربنا الوحيد اللي ممكن يجعل الأنبياء يتنبؤون بالصدق. ليه؟ لأنه شايف وعارف. إنما أي واحد يقول بكرة هيحصل إيه، طب وانت عارف حاجة؟ بتجيب الكلام ده منين؟ الوحيد اللي يعرف المستقبلات ربنا. فلما يقول لواحد من أولاده الأنبياء إيه اللي هيحصل، أو يدينا روح النبوة كلنا، يعني إيه روح انتظار السماء والملكوت الأبدي، يبقى هو عارف بيقول إيه. قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي، يعني كلمتي هتمشي في الآخر. ربنا يعني ربنا كلامه هيمشي. الناس بقى عاجبها مش عاجبها، مصدقين مش مصدقين، في الآخر اللي قاله هيحصل، هيجي على السحاب وهتتقفل الدنيا دي
واللي آمن واللي صدق واللي تاب واللي اختشى واللي طلع راجل هيدخل مع السم، واللي فضل يكابر ويعاند ويألف ضيعت فرصة. فرأيي يقوم، يعني ما تصدقش كلام الناس مش هيمشي، وعود الدنيا ما بتمشيش. يعني الفلوس بتوعد الناس بسعادة، كلكم عارفين ان الفلوس ما بتجيبش سعادة. الفلوس بتوعد الناس بالصحة، الفلوس ما بتجيبش صحة. الفلوس بتوعد الناس بالعمر، والفلوس ما بتجيبش العمر. ومع ذلك الناس بتحب الوعود الكاذبة وتمشي وراها. أفعل كل مسرتي. طب إيه مسرتك يا رب؟ الله يريد أن الجميع يخلصون. فمسرة الله خلاص البشر. يفعلها يعني إيه؟ يكسب على قد ما يقدر. طب أخطيت يعني يقدر دي هو ملوش قدرة؟ لا، اللي معطل قدرته إرادة الإنسان. الله قادر لكن يحترم إرادة الناس، ففي ناس هتهلك بإرادتها، لكن مسرته إيه؟ أن يخلص الجميع. داع من المشرق الكاسر. الكاسر في الترجمة الطير الكاسر اللي زي النسور وزي الصقور والحاجات دي. هو أشعياء كذا مرة يتنبأ أن فيه بابل جاية، بابل جاية بشدتها. فبابل تشبه أحيانا بنسر كاسر داخل كده على بلاد اليهود، إيه هيكسر ويرزع، لأن النسور دي طير قوي ويخطف الحيوانات خطف من الأرض. فربنا بس زي اللي شاور للنسر ده، كأنه بيقول التأديب جاي عليكم يا يهود لأن انتوا عبدتوا أوثان، ما رضيتوش تسمعوا الكلام، في أيام صعبة جاي عليكم. هينادي بس على الكاسر ده، ينادي من المشرق، بلاد المشرق يعني أشور وبابل، من أرض بعيدة، رجل مشورتي. وقلنا رجل مشورتي كذا مرة برضو، معنى ده يتكرر. على المستوى القريب في شخص هيخلص اليهود وغير متوقع تماما، هو كورش الفارسي اللي هيؤمر بعودة اليهود إلى بلاده، وكان آخر شخص الناس تتوقع منه أنه يقف في صف شعب الله. لكن ده رجل مشورة، يعني ربنا يقدر يسخر أي مسؤول في الدنيا يستغل حساب شعبه. لكن طبعا الكلام بالمعنى الأدق ينطبق على المخلص الحقيقي الآتي في ملء الزمان، ربنا ومخلصنا يسوع. قد تكلمت فأجريه، يعني الكلمة اللي بقولها تجري، لازم تحصل. قضيت فأفعله، قضائي خرج فلازم هيحصل. قضيت على الشعب بالتأديب، التأديب جاي. قضيت عليهم بالنجاة، يبقى النجاة جاي. اسمعوا لي يا أشداء القلوب. طب وانت بتقول الكلام ده ليه يا رب؟ ده شايف التأديب جاي كده كده، ما هو بيقولوا لعل البعض يتوب ويخلص ينجو بحياته. يعني ربنا عمال يحذر عهد قديم وعهد جديد عشان الناس تتوب. ولما بتحصل حوادث او اخبار صعبة، هو ربنا يسوع ما عندوش غير يخطيط، يعني غير قول واحد، اتظنون ان هؤلاء كانوا اكثر خطية من بقية الناس؟ كلا، ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. هي رسالة مكررة مع الأحداث، تأديبات والأوجاع اللي حوالينا، هي دعوة توبة دايما. اسمعوا لي يا أشداء القلوب. أشداء القلوب يعني القلوب الغليظة، القلوب العنيدة. يعني اسمعوا لي لأن كلامي ما بيرجعش، اللي بقوله هيحصل، والحقوا توبوا. البعيدين عن البر، يعني مصرين تبعدوا عن الصح، على اليهود في الوقت ده، وطبعا على ناس كتير حتى مننا دلوقتي. اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين عن البر. ليه بتبعد نفسك عن بر الله؟ ليه بتختار انك تبعد وتهرب عن ربنا؟ ده ربنا طيب، ده انت لما ترجع له ترتاح، ده انت مش هتلاقي الراحة غير عنده. ليه بتبعد البر بعد عنك؟ قد قربت بري، تعبير جميل قوي، الآيات النادرة بتاعت أشعياء. قربت بري، يعني إيه؟ أنت بتبعد عني وأنا بجري وراك، أنت عمال تزق البر البعيد وأنا البر بتاعي بيجري حوطك. أنا بقيت أدي لك يا ابني بر سهل، بر العهد الجديد مش صعب. ليه؟ لأن هنقرأ بعد كده في أشعياء 53، اللي يعرف المسيح يتبرر،
بمعرفته يبرر كثيرين. يعني البر دلوقتي مش عليك تعمل كل الوصايا، ما انت مش هتقدر. ما ده كان في العهد القديم طلع ليس بار ايه، ليس ولا واحد، مفيش حد نجح. هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه، ده الحكاية كتير قوي. يوم ربنا يجي يشيل ده كله، اثامنا حملها واوجاعنا تحملها، وشال الشيله كلها وقال طب الزقوا فيا تاخدوا البر. فبقت الحكاية جميلة، خير لي الالتصاق بالرب، تلزق في ربنا، تنادي على اسم ربنا، تتناول جسد ربنا ودمه، تعيش مشغول بربنا، تتبرر. طب والخطايا؟ هو هيشيلها الخطايا، مش هتعطل البر في الحالة دي، لأنه حتى الضعفات والخطايا هيغطيها هو، هيشيلها هو. فبيقول قربت بري، يعني البر ما بقاش يا إنسان بعيد عنك. أنت ليه مستصعب البر؟ لا، البر ما بقاش صعب. ليه؟ لأن البر عطية من الله البار لأولاده، يبررنا بنعمته، ما عادش بقى بشطارتنا، هاتينا بنجاهد ونحاول، لكن في الآخر البر عطية من الله، عطية لمن له، من له جهاد، من له صلاة، من له تقدير، من له توبة، من له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. قربت بري، يعني أنا بقرب بري ليك، ما تهربش بقى، سهلت عليك طريق التقوى. لا يبعد بري، لا يبعد، يعني ما تقولش فين أنا والبر، فين أنا والقداسة، أنا ما فيش فايدة فيه، أنا ضايع. ما أنت ما فيش فايدة فيك، بس في فايدة في ربنا، وهو اللي دفع الثمن خلاص. زي واحد يبقى مديون بمليون جنيه يقول أنا هحوش إيه ولا إيه، ده أنا لو قعدت 100 سنة مش هجيب نصهم. طب ايه رأيك في واحد جه دفع المليون؟ مش حاجة تفرح. طب خلاص بقى، مالك هتفضل تقول ما فيش فايدة ليه؟ لا بقى في فايدة، لان في حد جاي يسد اهو. فالبر اصبح قريب، لان نعمة الله سخية، بس مطلوب ان احنا نصدق ونتوب ونعيش بالتقوى. وخلاصي لا يتأخر، طبعا دي اشارة للخلاص الآتي، ان ربنا جاي يخلص شعبه من دينونة الخطية. وأجعل في صهيون خلاصا، إشارة إلى أن المسيح سيأتي من صهيون ويخلص الشعب. لإسرائيل جلالي، زي ما قالها سمعان الشيخ، قال نور تجلى للأمم وإيه مجدا لشعبك إسرائيل. يعني شعب إسرائيل تمجد، مش لأنه شعب يهودي، لا سيرته مش حلو، شعب إسرائيل تمجد لأنه خرج منه المسيح المخلص، فبقى يعني كرامة ليهم ان خرج منهم مخلص العالم. لكن ان كان عليهم هما مش، يعني مش حاجة كويسة. اصحاح 47، انزلي واجلسي على التراب ايتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الارض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، لانك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفه. فكركم بمبدأ تاني في المزامير والأنبياء عموما، بابل رمز للشر، ونفس الكلام هتلاقوه في سفر الرؤيا، لأن سفر الرؤيا قريب قال للغة الأنبياء، حزقيال ودانيال وأشعياء وأرميا. بابل لأنها كانت من أكثر البلاد اللي بتشجع الوثنية، وتحكمت في العالم بقوة فترة طويلة. وعلى أنهار بابل هناك جلسنا بكينا، بكينا ليه؟ لأن هنسبح ربنا ازاي في أرض غريبة، فهي أرض غريبة. وما تنسوش أن بابل أو أرض الكلدانيين عموما، كلدانيين دي هي منطقة العراق، فيها أشور في الشمال وبابل في الجنوب، ودول الاثنين مملكتين كانوا كلهم وثنيين. الاثنين دول خرج منهم زمان قوي أبونا إبراهيم، يعني أبونا إبراهيم كلداني من الأصل من هناك، وعشان كده ربنا عشان يطلع منه شعب طلعوا من البلد دي خالص، لأنه لو كان أبونا إبراهيم معاش مع الكلدانيين كانت لخبط الدماغ، لأن هم يعني طول عمرهم وثنيين زمان. إنما ربنا طلعوا وغربوا عشان يثبت إيمانه ويطلع منه شعب يؤمن بالله، إنما هم كانوا يحنوا إلى وثنية أجدادهم البابليين. وبعدين لما نيجي نتكلم عن بابل، زي ما كان الكتاب يتكلم عن اليهود فيقول ابنة صهيون، يتكلم عن بابل ويقول ابنة بابل،
يبقى ده كلام أدبي مجازي، لا يقصد به شخص بعينه، يقصد به المملكة كلها وكأنها فتاة، لأنه أكتر ناس تدفع الثمن في الآخر العيال الصغير. لما تحصل مآسي ومجاعات وأوبئة وحروب، مين اللي بيدفع الثمن أكتر؟ اللي طالع الصغير ده، الغلبان اللي ملوش حد. فعموما الخطاب الأدبي أو المجازي للبلاد كان يخاطب به ابنة صهيون تمثل شعب الله، أو ابنة بابل تمثل مملكة الشهر. فهنا الكلام على ابنة بابل. انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. بصوا الكلام الحلو ده، هي بابل دي طالعة فيها أصلا، طالعين فيها أغنية وهيتحكموا في العالم وثنية، فربنا بيقول لهم فاضل لكم أمل لو قعدتوا على الأرض ولحقتوا نفسكم وعرفتوا أن أنتوا والتراب واحد، احتمال ما يجيش عليكم اللي هيجي عليكم. طبعا ما سمعوش الكلام ده، بس الرسالة لينا، إذا كنت عندك نوع من التشامخ داخليا، الافتخار، الإحساس أنك أحسن من اللي حواليك، راضي عن نفسك زيادة، الحق اقعد على الأرض من فضلك. اقعد على الأرض بمعناها الروحي، يعني فكر نفسك أن أنت والأرض واحد، وبطل تطلع لفوق، انزل لتحت شوية، وخليك أقل من الناس، مش فوق رأس الناس، عشان التواضع يحميك من سخط الله. صفانيا 2 يقول اطلبوا التواضع لعلكم تسترون يوم سخط الرب. يا ربنا يستر عليكم في يوم غضبه لما يلاقيكم قاعدين على الأرض. وقاعدين على الأرض هي دي أحد أسرار فكرة المطانية. المطانية احنا بننزل برأسنا للأرض عشان الواحد يفكر نفسه، يعني انه يعني ما يرفعش رأسه قوي كده، يعني احنا الأول والآخر شوية تراب وعملنا نفسنا يعني حاجة كبيرة، لولا نعمة ربنا كنا بقينا شوية تراب تاني. انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. ساعات الواحد يبقى عاوز يقول لواحد طالع فيها كده انزل شوية، هدي شوية، وطي راسك شوية، اقعد على الأرض شوية، شوف الذل اللي فيه الناس شوية، بدل ما يجي عليك أيام ما تستحملهاش. خليك عارف إن الحكاية إيه، مش محتاجة المنظرة الزيادة دي. اجلسي على الأرض بلا كرسي، يعني عشان بس ما يقعدوش براحتهم برضو، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفعة. في أباء لما ياخدوا خلوة، أباء رهبان كتير، يدخلوا الكنيسة لازم يقعدوا على الأرض مهما كان سنهم، ما يحبوش يقعدوا على كراسي، لأنه الخلوة تحلى وانت على الأرض، وانت قاعد على كرسي ومريح كده ما تحسش بربنا قوي. ما تقعد على الأرض يمكن تفتكر، حيث جلس المسيح يغسل أرجل تلاميذه. الأرض دي اللي شربت من دم المسيح بسببنا، فالواحد ايه ما يستكترش يقعد على الأرض يعني عشان يفتكر ضعفه ويفتكر أصله. لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفعة. دايما مع الافتخار والكبرياء يجي التناعم والترفه. وفي العهد الجديد القديس بولس يقول أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. صدقوني الإنسان الروحاني يخاف من الراحة ما يخافش من التعب، يخاف من الراحة ما يخافش من التعب، ويخاف من الرفاهية ما يخافش من الفقر أو قلة الحاجة. زيادة الحاجة تزعجه، قلة الحاجة ما تزعجوش. يعني لما ما يكونش فيه أحسن كتير من أن يكون فيه بزيادة، فيه بزيادة ما راحتش ليه للمحتاجين. هذا التنعم والترفه يقلب علينا في وقت لازم. عشان كده للأسف كل الناس بتجري وراء التنعم والترفه، كله عاوز رفاهية أكتر، راحة أكتر، حاجة أغلى، حاجة أشيك، حاجة أريح. الحياة كل ده سكة غلط، خلوا الراحة للسماء. ما تشوف العالم أغلبه ناس تعبانة قوي، فأنت ليه بتجري في السكة المقلوبة دي؟ دي سكة مقلوبة، مش دي السكة الحلوة، دي سكة بابل مش سكة صهيون. عشان كده تلاحظوا من مبادئ مثلا الرهبان الفقر الاختياري، إن الواحد يختار يعيش فقير. لو مش قادرين عليها طب على الأقل نهرب من الرفاهية الزيادة بقدر الإمكان. لا تعودين تدعين ناعمة ومترفعة،
خذي الراحة واطحني دقيق، يعني اشتغلي شغل العمال. بيقول لبنت بابل، بنت بابل دي بقى الغنى كله، يقول لها اقعدي على الأرض زي الغلابة وامسك الرحاية واطحني دقيق. يعني شوفي الناس عايشة ازاي، دوق اللي بيدوقوه الغلابة. جرب تعيش يوم كده يعني في ظروف قاسية وتعرف ان في ناس عايشة طول عمرها كده. طب ساعتها هتقدر النعمة اللي انت فيها وهتحن على الناس اللي تعبانة. فبيقول لها عودي على الأرض يا بنت بابل وامسك الراحة واطحني دقيق. اكشفي نقابك، شمري الديل. يعني زي البنات اللي بيشتغلوا في الحقول بقى، تلاقيهم فلاحات غلابة، فايه شمروا الديل الجلبية ويشتغلوا. اكشفي الساق، اعبري الأنهار تنكشف عورتك وترى معاريك. يعني ايه؟ من كتر كبريائك هتتبهدلي. الكبرياء يعري الانسان من النعمة. المعنى مجازي، المعنى تمثيلي. بمعنى ايه؟ الانسان لما يفتخر يتعرى من النعمة. يعني في نعمة ستر علينا، النعمة دي بتروح لما الواحد يطلع فيها، لما الواحد يتهيأ له انه احسن من غيره، يتكبر بكلامه او باسلوبه او بنظرات عينيه حتى، النعمة تتركه فكأنه يبقى عريان. عشان كده تلاحظوا في رؤية 3 قال له قد استغنيت، تقول أنك غني وقد استغنيت ولست تعلم أنك إيه؟ شقي وبائس وفقير وعريان. قال له أنت عريان. عريان يعني إيه؟ روحيا. آدم وحواء تعروا، ما كانوا عريانين من الأول، لا هم كانوا متغطيين بنعمة. لما بقى تطاولوا حبوا يبقوا زي ربنا، ظهر العرش، النعمة فرقتهم فبقت فضيحة. طبعا شعور وحش، ربنا يحمينا كلنا. فهنا بيهدد بابل لأنها بلد هتتعرى من مجدها، لأنها مجدها باطل. آخذ نقمة ولا أصالح أحدا، يعني لو فضلتوا في كبريائكم في يوم في نقمة وما فيش مصالحة، خلاص تيجي المعاد اللي إيه؟ خدتوا فرص توبة قد ما خدتوا، ضيعتوها، لا خلاص في يوم انتقام، في يوم عقاب، في يوم ما فيش في توبة، خلاص يبقى الواحد يلحق يتوب لأنه ممكن تخلص الفرص. فادينا رب الجنود اسمه، يرجع تاني بقى بعد ما سمع الكلام اللي يخوف بتاع بابل ده، يقول يا رب احنا بلاش، حوش عننا ده، بلاش النهاية دي لينا. فادينا رب الجنود اسمه قدوس إسرائيل. إذن ربنا يسوع قدوس إسرائيل وفادينا، زي ما بيخلصنا بينتقم من الشر اللي حسبنا. في ناس كتيرة لما تتظلم ولا تضطهد ولا تحصل آلام صعبة، ناس تقول فين ربنا؟ ليه ساكت؟ يعني دول أولاده بيتهانوا ويتبهدلوا ودمهم كده ملوش دية، محدش بيعرف يطلع لهم حق. لا لا ما تخافوش، ده كلام يعني مش مظبوط. لا ده كل نقطة دم غالية عند ربنا، ده دم شهداء وده حاجة غالية جدا عنده. فله يوم انتقام ومخيف والوقوع في يد الله الحي. يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل إلى دم زكريا بن برخ، كل دم زكي. فلما كل شوية نودع حد كده يعني يسفك دمه من أجل اسم المسيح، لازم نقول له يا بختك، ولازم نقول كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، ما فيش حاجة جديدة. هو يا بخته والكنيسة نضف لها شهيد في نفس الوقت، يا ويل اللي عملوا كده من غير احنا ما نعمل حاجة، يا ويلهم، وقعوا مع ربنا، وقعوا مع أب بيحب عياله، بيحب عياله قوي، فانتقامه صعب. لو ما كانوش هيتوبوا هيبقى انتقامه صعب قوي، وده اللي بيحصل من جيل لجيل. فهنا بيطمننا، بيقول يا بتوع بابل دول، لا ده أنا ليا يوم معاكم، لا أصالح أحد. يبقى لا أصالح دي عشان ما حدش يفهمها غلط، لا ربنا دايما في محاولة صلح، لكن يوم الدينونة مفيش صلح خلاص. يوم ربنا يجيب بقى القصاص بتاعه، لا ما انتوا خدتوا فرص الصلح. فادينا رب الجنود اسم قدوس إسرائيل، اجلسي صامتة وادخلي في الظلام يا ابنة الكلدانيين. يعني بعد ما قال لها اقعدي على الارض وابكي واشتغلي زي الغلابه وفوقي لروحك قبل ما يجي ميعاد صعب ينتقم منك ربنا،
لا دخل على ظلمة، ظلمة الجحيم بقى، ظلمة الهاوية، تجلسين صامتة وتدخلي في الظلام، دي نهاية الشر. الظلام الدامس بتاع الجحيم ده ربنا ما يوري حد، حاجة مرعبة، بس هي دي نهاية الأشرار. لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالك، مش هيفضل اسمك سيدة الممالك. على فكرة الكلام ده بيحصل صدقوني، ما هو كل جيل في مملكة أو في ناس بتدعي السلطة في الدنيا والجبروت ويفتخروا بقدرتهم ويتصوروا ان هم هيغيروا شكل العالم وكأن العالم ده مالوش صاحب، ويقعدوا يقولوا ويعيدوا ويزيدوا، وطموحاتهم يعني ايه، تعلى فوق السماء زي بتوع بابل زمان. ما هي بابل اصلها بتوع برج بابل، اللي حبوا يعملوا برج يدخل السماء وفي الاخر كل ده يروح لحال ويجي شعب تاني ويعيد القصة تاني. غضبت على شعبي دنست ميراثي ودفعتهم إلى يدك. هو عاوز يقول إيه ربنا هنا؟ عاوز يقول إن كنت أنا سلمتك يا بابل ولادي، ده لأني كنت بأدبهم. ما هو ربنا سلم شعبه لمملكة بابل كتأديب لليهود، إنما بابل افتروا فقال لا، ما أنا بأدب ولادي صحيح، لكن أنا أحبش الظلم، فأنتوا ليكوا يوم برضه، ليكوا حساب. تأديب ده له معاد، وبعدين يرجعوا ولادي بالتوبة ويرجعوا من السبي، إنما أنتوا بقى إيه حسابكم معايا عسير. فبيقول مش أنتوا يا بتوع بابل اللي افتريتوا وبراحتكم خدتوا البلاد، لا ده أنا اديتها لكم، ده أنا اللي سلمتكم شعبي في وقت عشان أأدبه، لكن أنتوا تهيأ لكم أنه أنتوا اللي في إيديكم القرار. غضبت على شعبي دنست ميراثي دفعتهم إلى يدك، يدك يعني يا بابل، ابنة بابل، لم تصنعي لهم رحمة. على الشيخ ثقلت نيرك جدا، ما هم كانوا في بابل بيتزلوا برضو، فتلاقوا الناس العواجيز يشيلوا الشيل زي أيام بقى العبرانيين في مصر. وقلت إلى الأبد أكون سيدة حتى لم تضعي هذه في قلبك. يعني ما فهمتيش أنه في ربنا وهو اللي بيوزع الأنصبة وهو اللي في ايده كل حاجة، ما حطتيش في قلبك خوف ربنا، قلت انا سيدة الممالك ومجدي هيفضل على طول ومحدش يقدر عليا. لم تذكري اخرتها، من اخطر الامور على الانسان يا احبائي انه ينسى اخرته، من اكتر الحاجات اللي تخوف تضيع الانسان انه ينسى اخرته. عشان كده تلاحظوا صلوات كنيستنا الحلوة دايما تفكرنا كل يوم باخرتنا، هو ذا أنا عتيدا أقف أمام الديان العادل المرعوب مرتعب. ولما تروح نص الليل ها هو ذا العريس يأتي في نص الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. هي الحكاية كل الكلام على الآخر كده. إذا كان الصديق بالجهد يخلص أين أظهر أنا الخاطي، ما هو برضو عن الدينونة الكلام. فتلاحظوا غروب ونوم ونص الليل كل الكنيسة عمالة تقول لك إيه، واخد بالك انك هتقف قدام ربنا ولا نسيت؟ العمر هيخلص، مفيش حد هينفعك من الناس اللي حواليك، حياتك واعمالك هي اللي هتوزن ابديتك، جاهز ولا مش جاهز؟ كل يوم الكنيسه تعمل كده معانا. عشان كده صلوات الاجبيه دي احبائي غنيه، وما تسيبوهاش من ايديكم، لانها ثروه روحيه، اتغذوا عليها وعيشوا عليها مع المزامير الحلوه تديكم نقاوه قلب. بيقول لم تضعي هذه في قلبك، لم تذكري آخرتها، ما فهمتيش الآخرة شكلها إيه، اتهيأ لك الراحة مستمرة وأنه ربنا ساكت على الغلط وكأنه مش شايفه. لا، ربنا بطيء الغضب لكنه عادل، مش بيسكت صحيح، لكن مش بيسكت كده وخلاص، ده بيدي فرص توبة بس. فالآن اسمعي هذا أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها أنا وليس غيري. مقياس مهم أحبائي للروحاني والجزداني، مقياس مهم قوي للي رايح على السماء واللي رايح على النار، هو حكاية أنا دي. كلما ازددت روحانية كلما الناس شغلينك أكتر من نفسك، وكلما ربنا شغلك أكتر من الناس وأكتر من نفسك، فما فيش أنا دي في الموضوع.
ناسي روحك، مش مهم بقى تاكل ايه، تنام فين، بيقولوا عليك ايه، شكلك ايه، مش موضوعنا. والعكس بقى، اللي رايحين على السكة التانية كل ما ده الأنا تزيد وربنا ده يختفي والناس كمان تختفي، فيبقى الواحد بيعبد نفسه. والشيطان يحب السكة دي قوي، يحب يخلي كل واحد يعبد نفسه، مشغول بدماغه، راحته، مركزه، منظره، كلام الناس عليه، وياخده في سكته بعد كده. بينما ربنا يسوع له المجد كمثل أعلى، أعلى مثل لإنكار النفس، ليس له أين يسند رأسه، لم يأتي ليخدم بل ليخدم، ليبذل نفسه عن كثيرين. حياته ملك للناس مش ملك لنفسه، كانش يفكر في نفسه خالص. طب احنا عاوزين نمشي في الاتجاه ده، بلاش أنا وليس غيري، قول غيري وليس أنا، قول اللي حواليا قبلي، راحتهم قبل راحتي، مصلحتهم قبل مصلحتي، خلاصهم حتى قبل خلاص، لأن ربنا مش هيسيبك تهلك لو انشغلت بخلاص الناس. فهنا بتاعت بابل دي وصلت إلى الكبرياء بقى الايه المطلق بقى، أنا وليس غيري، ما بتشوفش حد مع نفسه. لا أقعد أرملة ولا أعرف السكل، يعني إيه؟ هي متصورة طبعا، دي اللغة كلها تصويرية لأنه بيكلم عن بلد، عن شعب، بس لا أعرف الترمل، يعني إيه؟ أنا جوزي ما يموتش، جوزها اللي هو الوثن، ما هي عايشة مرتبطة بأوثان، فكأن الآلهة الوثنية حمياها وفاكرة أن دي آلهة حقيقية، فتدعي أنها لا تقعد أرملة، ما هي الأرملة رمز برضو إيه؟ للكسرة يعني. والثكل بالسه معناه فقدان الابن، فقدان الولد أو الوحيد، فقالت أنا ما بفقدش حد، لا أفقد لي راجل ولا أفقد لي ابن. فطبعا بابل دي قمة الكبرياء، فاكرة أن التأديب ما يقدرش يقرب منها، فاكرة أن ربنا يفضل يتفرج عليها وهي مفترية كده وكأن ربنا عاجز، لا دي هتخسر كل حاجة. اسمعي أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها أنا وليس غيري، لا أقعد أرملة ولا أعرف الثكل، يأتي عليك هذان الإثنان بغتة في يوم واحد، الثكل والترمل. يعني إيه اللي أنت خايفة منه؟ اللي أنت بتقولي عمره ما يجي لي ده هيجي لك في يوم واحد. ربنا يرحمك أحبائي، لازم نخاف شوية، مش كفاية نحب ربنا، لازم نخاف ربنا، لازم نخاف من الدينونة، لازم نخاف نفقد أبديتنا، لازم نخاف لما نلاقي حياتنا سهلة، لازم نخاف من الترفه والتنعم، لازم نخاف لأن الحاجات دي كلها بتبعدنا عن ربنا، لازم نخاف لما دماغنا تبقى مركزة مع نفسنا وكأن ما فيش حد في الدنيا غيرنا، لازم نخاف لما نلاقي تأديبات حوالينا لناس كتير وربنا لسه ما جاش الدور علينا. خوف الله يحمينا أحبائي، هذا الزمن ينتقص خوف الله، في الزمن ده خوف ربنا مش كتير، في كلام كتير وعظ كتير وخدمة كتير وأنشطة كتير، بس أجدادنا زمان ما كانش عندهم ده كله، بس كان عندهم خوف ربنا، فكانوا يخافوا من الغلطة، يخافوا من الكلمة، يخافوا من أي تصرف. النهاردة الإباحية زيادة والكلام الفاضي زيادة والإدانة براحتنا والناس تشتم براحتها وتلخبط براحتها وكأنه يعني إيه، يعني خلاص ربنا ده إيه ساكت وما بيعملش حاجة. ربنا يرحمه. مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. كان الكلام ده على بابل، وإن كان شعب الله نفسه تأدب في العهد القديم كتير، طب ما احنا شعبه لازم نخاف، ربنا يحمينا. ربنا بيأدب ولاده لأنه بيحبهم، أي ابن لا يؤدبه أبوه، لازم يأدبنا عشان لا يهلكنا. أدبني يا رب تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلم. اسمعي أيتها المتنعمة الجالسة بالطمأنينة القائلة في قلبها أنا وليس غيري، لا أقعد أرملة ولا أعرف الثكل، فيأتي عليك هذان الإثنان بغتة في يوم واحد، الثكل والترمل. بالتمام قد أتيا عليك، يعني خلاص حكم عليها بالثكل والترمل، يعني مش هيبقى لها حد، هتبقى مدينة خربان. مع كثرة سحورك، مع وفور رقاقي جدا، طبعا بابل انتشر فيها السحر والرقى اللي هي الأعمال الشيطانية بكل أشكالها،
الله كل ده هيخرب في يوم واحد، كل ده هيروح منك في يوم واحد. في ناس تتكل على غناها، الغنى يروح في يوم، تتكل على معارفها وعلاقتها، كل ده يطير في لحظة. وأنت اطمأنيتي في شرك قلت ليس من يراني. في ناس تعمل الشر ودايما ايه متغطية ومأمنة روح، قال يعني ما فيش حد شايف، ما فيش حد من البشر شايف، بس ربنا شايف. ودي مشكلة عدم إيمان أي حد بيغلط يا أحبائي، هي ببساطة أزمة إيمان. لو أنت مصدق أن ربنا قصادك طول الوقت مش هتعرف تغلط، مش هتعرف، ولا حتى تقول كلمة زيادة، مش هقول لك حاجة أوحش من الكلام، ما تعرفش. لك إحنا بنغلط لأن بنقول في بالنا إيه، ليس من يرانا، يبقى إحنا فارق معانا الناس ومش فارق ربنا، خايفين الناس يشوفونا لكن مش خايفين ربنا يشوفنا. كلكم عارفين القصة اللي في البستان بتاعت راهب راحت له امرأة شريرة عشان تتعبه، وبعدين ايه فضلت تزن عليه وتقول له ماليش حد والدنيا ليل وانا في الصحراء وبتاع، وعرف انها مؤامرة. وبعدين قال لها طب تعالي تعالي بس معايا نروح مشوار، وخدها لغاية السوق، فالدنيا نور بقى والناس كتير قوي. قال لها يلا شوف انت عاوزة تعمل، قالت انت راجل مجنون قدام الناس كده نغلط يعني؟ قال لها قدام الناس، ما الناس اسهل من ربنا، الغلط قدام ربنا اصعب. ففوقها بكلمتين انه يعني ولا يفرق مع الناس يفرق مع ربنا، وتابت بعدها. اذا الانسان الروحاني عينين ربنا شغلينه، حاسس بعينيه طول الوقت، حاسس بحضوره. ده اللي خلى يوسف تبقى الشهوة قدامه، الخطية سهلة، يقول لها أخطئ إلى الله وأفعل هذا الشر العظيم، إزاي أغلط في حق ربنا؟ أنت اطمأنيتي في شرك قلت ليس من يراني، حكمتك ومعرفتك هما افتناك، فقلت في قلبك أنا وليس غيري. عمال يعيد نفس التعبير، الشعار ده، أنا وليس غيري. الواحد ممكن يضرب ضربة الحكمة والمعرفة، كل واحد يكبر في السن شوية أو يقرأ شوية معلومات يتهيأ له أنه بقى فاهم وعارف وحكيم زمانه، ويقع في الحفرة إياها المشهورة، أنه يظن أنه حكيم، ومن يظن في نفسه أنه حكيم هو جاهل. الإنجيل قال كده، ويل للحكماء في أعين أنفسهم، ويل للحكماء في أعين أنفسهم. يا بختهم اللي دايما حاسين ناقصهم معرفة وناقصهم حكمة وما يفهموش لسه حاجات كتير، يا بختهم اللي بيفكروا كده واللي مقتنعين بكده، طول حياتهم يفضلوا مقتنعين احنا لسه ما نعرفش حاجة. هي دي بقى بتقول أنا حكمة ومعرفة، افتناكي يعني ايه؟ فتنوكي، خلوكي يا بابل تشوفي نفسك. قلت في قلبك لأنا وليس غيري، يأتي عليك شر لا تعرفين فجره، وتقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها، وتأتي عليك بغتة تهلك لا تعرفين بها. انذارات شديدة، وده اللي حصل مع بابل فعلا. بابل دي خربت خالص بعد العز اللي كانت فيه، الفرس دكوها دك. قفي في رقاك وفي كثرت سحورك التي فيها تعبت منذ صباك، ربما يمكنك أن تنفعي ربما ترعبين. يعني إيه؟ مجرد وقف الشر بس وخوف روحك، اترعب شوية من اللي هيحصل، نبه نفسك إنه لو سقت فيك لو كملت في السكة دي خطر. مجرد أنك توقف السحور، هنا بمعنى السحر يعني بس العربي القديم، ربما يمكنك أن تنفعي. يعني صدقوني أي خطوة توبة، مجرد أن واحد يتوقف عن خطية دي لوحدها عند ربنا خطوة كويسة قوي، يقفل باب في لخبطة، ده قرار مهم قوي. وتأكدوا أنه ده ممكن يوقف غضب ربنا ويوقف أيام صعبة تيجي علينا، أن الواحد ياخد موقف من نفسه. قد ضعفت من كثرة مشوراتك، ليقف قاسم السماء الراصدون النجوم المعرفون عند رؤوس الشهور ويخلصوك مما يأتي عليك. يعني ايه؟ كل ما تيجي بابل تختشي وتتوب يجي لها مشورة ردية، نظام ايه ولا يهمك اغلطي، هيحصل ايه يعني؟ في ناس في شياطين كده بقى
شياطين يسهلوا الخطايا، يقنعوا الناس انه ما فيش حاجة غلط ولا حاجة، كل الناس بتغلط وده عادي وفيها ايه، ويقعدوا ايه يشربوا الناس الاثم كالماء، يشربوهم الخطية زي المية. فهنا المشورة مقصود بها المشورة الشريرة اللي مخلية بابل سيئة فيها وعجبها اللخبطة ومقتنعة ان ما بتعملش حاجة زيادة. قاسموا السماء الراصدون النجوم اللي هم ايه بيفتوا يعني بتوع الساعات بتوع النجوم دول والعرافين، يخلصوك مما يأتي عليك، يعني بيوعدوك وعود بطالة. مين قال ان الحكاية تمشي كده؟ ها انهم قد صاروا كالقش أحرقتهم النار، لا ينجون أنفسهم من يد اللهيب. يعني اللي بيقولوا لكم السكة الشر سهلة ومش هيحصل فيها حاجة، دول أول ناس هتحرقوا، دول مش هيعرفوا ينقذوا نفسهم عشان ينقذوكم. فالواحد هيتكل على إيه؟ على كلام كذب، على بشر هم نفسهم مش عارفين يمشوا في صح. ليس هو جمرا للاستدفاء ولا نارا للجلوس تجاهه. يعني ايه؟ مفيش الراحة تاني، النار نار تاكل، نار تحرق، مش نار للاستدفاء. هكذا صار لك الذين تعبت فيهم، تجارك منذ صباكي قد شردوا كل واحد على وجهي وليس من يخلصك. بابل كانت مشهورة بالتجارة والغنى، كل دول هيروح. الغريب اللي يقرأ رؤية 18 سفر الرؤية صح 18 يلاقي كلام شبه الكلام ده قوي، انه في نهاية للشر كده كده. طب ده بين اشعياء وبين يوحنا كتير، اشعياء قبل المسيح ب 750 سنة ويوحنا بعد المسيح بقد 70-80 سنة، بس الشر له نهاية قديم وجديد. هي فكرة نهاية الشر وانتقام الله من الشر دي معلنة، عهد قديم وعهد جديد بنفس الدرجة. مهم ان احنا هنتحسب اشرار ولا هنتحسب اخيار، ده المهم بقى، هتبقى تبع بابل ولا تبع صهيون. اسمعوا هذا يا بيت يعقوب. يبقى بعد ما كلمنا على نهاية بابل، ما هي بابل دي مثل أعلى بالنسبة لصهيون، كان اليهود شايفينها حاجة كبيرة ومملكة وماشيين وراها، فالمفروض سمعوا نهايتها، فالمفروض ما يبصوش عليها بقى زي مسيحيين كتير يبصوا على الغنى بتاع الدنيا كأن ده هدف، ويبصوا بقى على الناس البراقة في الحياة ويعتبروهم يعني نفسهم يبقوا كده. طبعا كل ده كلام غلط، منبص على المسيح بتاعنا وعلى الشهداء وعلى القديسين وعلى اللي وصلوا الفردوس، هم دول اللي يشغلون. اسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين باسم اسرائيل الذين خرجوا من مياه يهوذا الحالفين باسم الرب والذين يذكرون اله اسرائيل ليس بالصدق ولا بالحق. تعالوا نراجع شويه معاني. يعقوب هو اسرائيل. امتى يعقوب اتسمى اسرائيل؟ يعقوب الكلمة اللي اتقالت على حفيد ابراهيم لما مسك عقب اخوه، فلما اتولد سموه يعقوب. يعقوب يعني يمسك العقب او يتعقب، وكانت صفة يعني ايه منطبقة على شخصيته، ان هو عاوز اللي في ايد اخوه، عاوز ياخد حاجة منه، فخد منه البكورية بطبع عدس، وبعدين سرق منه البركة بالحيلة اللي عملها، وفضل كده ايه طمعان. يعقوب فيها علامة الطمع شوية والأنانية. لما خد على دماغه وتأدب وبعدين شاف المسيح في ليلة وصارعه هنا، يعني كان بيبكي بحرقة يقول له ما تسيبنيش، قال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي يعقوب. هو فهم غالبا اسمك ايه، يعني نظام مش هتبطل بقى، هي معلها كده مش هتبطل نظام يعقوب ده، الطمع وإيدك في جيب أخوك يعني. فقال له خلاص من هنا ورايح أسميك إيه؟ إسرائيل. إسرائيل ملهاش يعقوب خالص، إسرائيل إيل يعني الله، وإسرى يعني يمسك في ربنا، يبقى إيده راحت بدل ما تمسك في أخوه تاخد منه، يمسك في ربنا ياخد منه اللي هو عاوزه. فأصبحت إسرائيل معناها إيه؟ خد اللي أنت عاوزه من ربنا بس ما تاخدش حاجة من حد، امسك في ربنا بإيدك وسنانك وبطل تمسك في الدنيا. انما هتفضل يعقوب، يعقوب ده اتزال، يعقوب ده رحيل راحت منه، ويوسف راح منه وراحت عينيه، وبهدل بهدله كتير قوي. انما اسرائيل بقى يشوف المسيح بعينيه، فبطل تمسك في الدنيا وامسك في ربنا، تبقى
تبع إسرائيل. طبعا إسرائيل دلوقتي اسم مش يعني واخد معنى تاني عشان إيه اللي بيننا وبينهم، لكن نقصد المعنى الروحي للكلمة. فهنا ربنا شايف في شعبه لسه فيهم يعقوب، مع أنهم خدوا الاسم الجديد، وإحنا كلنا لسه فينا الحتتين، إيد ماسكة في الدنيا مش راضية تسيبها، وإيد تانية هي ماسكة في ربنا بس إيد إيه مرخية كده، يعني ماسكة في ربنا بدلع كده، نفسنا إيدينا الاتنين تمسك في ربنا وتبقى مفيش دنيا خالص كده، نبقى تبع ربنا صح. اسمعوا يا بيت يعقوب المدعوين باسم إسرائيل، فهمتوا الكلمة بقى؟ يعني يا بتوع يعقوب مش انتوا تسميتوا إسرائيل، لسه شغالين يعقوب ليه؟ مش بطلنا يعقوب ده؟ مش خلينا في إسرائيل؟ ما احنا شفنا يعقوب وغلب يعقوب، عاوزين نقلب إسرائيل شوي، عاوزين نشتغل صلاة، عاوزين نمسك في ربنا وناخد منه مش الأرض، ده ناخد منه السماء قبل الأرض، ده تاخد أرض وسماء لو مشيت مع ربنا، ويعقوب تاخد على دماغك، ما تاخدش لا أرض ولا سماء. الذين خرجوا، بصوا دقة النبوة، خرجوا من مياه يهوذا. ايه مية يهوذا دي؟ يهوذا ده جد مين بقى؟ جد المسيح، المسيح جه من يهوذا. فأشعياء بدقة ساب الحداشر سبط ونشن على يهوذا، وبعدين المسيح اللي جاي من يهوذا له مية، لأن يهوذا كسبط ما عندوش مية بالمعنى، يعني فيش نهر اسمه نهر يهوذا، ما فيش حاجة اسمها كده. إنما اللي طالعين من مية يهوذا، يعني المعمودية طبعا، مياه المسيح، مش المسيح وقف وقال إن عطش أحد إيه فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي تجري من بطني أنهار ماء حي، ويقول للسامرية اللي يشرب من المية دي يعطش، اللي يشرب من المية بتاعتي مية يهوذا لن يعطش إلى الأبد. طب إحنا اتنقلنا من يعقوب لإسرائيل بمية يهوذا، كنا يعاقبة بمعنى مسكين في الدنيا، وبقينا تبع إسرائيل. وإلا عمل التحول ده لما تعمدنا، متنا عن العالم ما بقيناش بني أدمين، وقمنا مع المسيح فبقينا أولاد ربنا. فهنا بيقول اسمعوا لي يا بتوع يعقوب اللي المفروض اسمكم إسرائيل اللي خرجوا من مية يهوذا. يعني المعمودية تشهد ان احنا مش مفروض نعيش تاني يعقوب، المعمودية بتقول مش انتوا تعمدتوا، مش انتوا متوا عن الدنيا ماسكين فيها ليه؟ مش خلاص الدنيا دي قفلت في وشكم، صلب العالم لي وانا صلبت العالم، تزعلوا عليها ليه؟ تمسكوا فيها ليه؟ تطولوا عمركم ليه؟ والفلوس واكل عقلكم ليه؟ ما كل ده راح خلاص، انتوا دلوقتي تبع اسرائيل. الحالفين باسم الرب، الحالفين معناه انه بيتكلموا ينادوا اسم ربنا في الصلاة طول الوقت، كل من ينادي باسم الرب يخلص. يعني عرفنا اسم ربنا، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، فبقى دايما بننادي عليه، ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص، اسمك القدوس هو الذي نقوله، ما فيش غير اسمك اللي نعرف ننادي عليه. والذين يذكرون إله إسرائيل، وبعدين يحط بقى إيه الكلمة المحزنة، ليس بالصدق ولا بالحق. يعني يا ريت حتى بتفتكروا اسم ربنا بصدق وبحق. فكرة بقى الفريسية، ما هو اليهود حتى لما تدينوا تدينوا بشكل ما يرضيش ربنا، بقوا يقولوا اسم ربنا بس عشان يستغلوا يعملوا فلوس، دخلوا في شكل حرفي رياء، فبيقول بتنادوا علي لا بصدق ولا بحق، يعني مش بتحبوني لنفسي، مش عاوزين السماء، عاوزين الأرض، بتستغلوني، ما فيش صدق منكم تجاهي، لا صدق ولا حق، يعني رجعتوا يعقوب تاني وبطلتوا تبقوا إسرائيل. فإنهم يسمون من مدينة القدس ويسندون إلى إله إسرائيل. يعني إيه يسمون من مدينة القدس؟ يعني القدس الأقداس، يعني مطرح ما كان فيه الهيكل في أورشليم، كان ده يطبع على اليهود إحساس جميل، إحنا اللي عندنا بيت ربنا اللي على الأرض، إحنا ربنا بتاعنا إحنا وبيته عندنا إحنا، فإيه ينتموا لأورشليم بفخر، لأن إحنا زي ما تقول إحنا أنا ابن الكنيسة، ابن الكنيسة يعني ابن السماء، ما هي الكنيسة مقدمة للملكوت، مقدمة للسماء، اسمك مكتوب في السماء لأنك اتعمدت. فيسمون من مدينة القدس، يعني خدت اسمك من السماء يوم ما اتعمدت،
تعرفين ان في صلاة المعمودية ابونا يطلب من ربنا يقول له اكتب اسم فلان في كتابك واحسبه مع شعبك ومع خائفيك، فيبقى انت اسمك اتكتب في السماء وانت بتتعمد، فتسميت من مدينة القدس، يعني بقيت مسجل في السماء كشخص تورث السماء لانك تبع المسيح. ويسندون الى اله اسرائيل، يعني منتمي لي تبعه هو، رب الجنود اسمه. يعني عاوز يقول لو انتوا دريانين بالعز اللي انتوا فيه، لو فهمتوا النعمة اللي خدتوها، لو عرفتوا قيمة يعني ايه تبقى من ضمن شعب الله، ده انت ما كنتش تبص للدنيا ابدا، ولا تحسد الاشرار، ولا تزعل لما يجيلك شوية تجارب وألام تقول وماله تخلص تعدي، مهم هنروح السماء في الآخر. بالأوليات منذ زمان أخبرت ومن فمي خرجت وأنبأت بها، بغتة صنعتها فأتت. يعني إيه؟ أنا من بدري بقول ولما بتحصل فجأة بتستغربوا، طب ما أنا قلت. يعني إيه؟ ربنا يا أحبائي لا يفاجئنا، صدقوني ما فيش مفاجآت لو أنت مذاكر كلام ربنا. أديكم مثلا، ربنا يسوع قال لتلاميذه كذا مرة اليهود هيمسكوني وهيسلموني للأمم وهيضربوني ويصلبوني وموت وأقوم في اليوم الثالث. صدقوني قالها كذا مرة. التلاميذ اتخضوا خضة لما اتمسك، وتفزعوا لما اتصلب، ولما قالوا لهم قام ما صدقوش. الله، مش هو قايل ما أنا قلت كل ده، أنا قلت هتصلب وموت وأقوم. بس كأنها كانت مفاجأة. ليه؟ لأنه ساعات الواحد ما يركزش في اللي بيقوله ربنا. طب ربنا قايل إنه جاي، هتبقى مفاجأة لما يجي، هتبقى مفاجأة لأغلب العالم عشان ما رضيوش يصدقوا أو ما ركزوش. ربنا قايل لنا العمر بينتهي فجأة، هتبقى مفاجأة لو العمر خلص، هي مش هتبقى مفاجأة المفروض، لا للأسف هتبقى مفاجأة لأغلب الناس. طب ما هو قال يأتي كلص، يعني ما تحكش علينا، نبهنا. هو قايل يجازي كل واحد حسب عمله، يعني في اتفاق. هل هتبقى مفاجأة انك تقف في لحظة الدينونة شايف كل اللي عملته قصادك؟ مش هتبقى مفاجأة لان في اتفاق. لكن انت ممكن بعد الشر تبقى مفاجأة غير سارة ليك، وكأنك اول مرة تاخد بالك. يا حبيبي ما الكلام اتقال كتير، مفيش حاجة، ربنا بيخدعنا. فهنا بيقول كده، بالأوليات منذ زمان أخبرت ومن فمي خرجت وأنبأت بها، بغتة صنعتها فأتت. لما جه ميعادها ظهرت، لكن الناس زي اللي ما سمعتش ولا فهمتش، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون، قلب هذا الشعب قد غلظ. لمعرفتي أنك قاس وعضل من حديد عنقك، بيكلم إسرائيل دلوقتي، يعقوب أو إسرائيل بيقول له أنت قلبك حجر، أنت رقبتك دي حتة حديدة. عارفين يعني اشمعنى الرقبة؟ ساعات يقول غليظ القلب، وساعات يقول قاسي الرقبة أو غليظ الرقبة. القلب يعني ما فيش إحساس. طب والرقبة؟ الرقبة يعني مش عاوز يوطي، مش عاوز يقول حاضر، مش عاوز ربنا يسوقه. ما هو المؤاخذة يعني الحيوانات لازم عشان تسوقها ترطي راسها، فربنا يقول عاوز اجرك على السما جر، انت بتكابر. ودي كلمة النير اللي قالها المسيح، قال احملوا نيري عليكم، انا نيري هين وحملي خفيف تجدوا راحة لنفسكم. يعني لو شلت الوصية فوق راسك، وطيت راسك كده وخليت الوصية حلقة في عنقك، هتدخل السما، هجرك على السما جر. بس انت ايه؟ شوفوا التشبيه، عضل من حديد عنقك، عضلات الرقبة دي حديد يعني، وعمل كده. طب يا عم روطي شوية، نزل رقبتك شوية، حديد مش راضي يتني. وجبهتك نحاس، خلي بالك، يبقى القلب حجر والرقبة حديد والدماغ نحاس، يعني دماغه مصدق، دماغه ايه؟ نحس، دماغه مقفولة، ما بيفهمش، لا بيحس ولا بيفهم ولا بيسمع كلام او بيوطي رقبته. ده وصف شعب يعقوب، ربنا يرحمنا ما يكونش علينا، ان الواحد يلاقي قلبه ما بيحسش وما بيفهمش وما بيسمعش الكلام.
أخبرتك منذ زمان قبلما أتت أنبأتك، أنا حذرتك، أنا ما جيتش فجأة وغدرت بيك، أنا قايل لك في أيام صعبة جاية، وقلت لك السبي جاي بسبب الوثني، قلت لك ما تبصش على بابل وتقلت، اتكل عليا وبطل اللخبطة دي، قلت كل حاجة. أنبأتك يعني قلت لك ما فيش واحد هيقف قدام ربنا صدقوني هيقول له ما كنتش أعرف، مش هينفع. ما فيش واحد هيقف قدام ربنا يقول له أنت خدعتني كي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت. فيش إنسان هيقف قدام ربنا يرفع عينيه في وش ربنا أبدا، لأنه قال لكل واحد كتير كل اللي المفروض يتقال. أخبرتك منذ زمان قبلما أتت أنبأتك لألا تقول صنمي صنعها ومنحوتي ومزبوكي أمر بها، قد سمعت فانظر كلها وأنتم لا تخبرون. قد أنبأتك بحديثات منذ الآن وبمخفيات لم تعرف، يعني قلت لك هيحصل ليه وعلمتك كل حاجة وانت لسه باصص على الصنم وعاوز تسمع من الصنم حاجة تريح قلبك وعاوز تضحك على نفسك بكلام الدنيا. ربنا يرحمنا، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة، اسمعوا هذا يا بيت يعقوب، كفاية كده، اسمعوا هذا يا بيت يعقوب، كمان مرة، اسمعوا هذا